بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الأشبال. لازم نبدأ حلقتنا بتقديم واجب العزاء للشعب المغربي الشقيق، خالص التعازي وصادق المواساة لأشقائنا في المغرب في ضحايا الزلزال اللي ضرب البلاد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من الأشقاء بالشفاء العاجل والصحة والعافية. قلوبنا مع المغرب. كما نتقدم بالتعازي للشعب الليبي في ضحايا العاصفة اللي ضربت البلاد وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة. إن شاء الله تعدى على خير، وربنا يحفظ المغرب وليبيا وكل البلاد العربية، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. حديث الشارع